السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشخصية النسوية الأولى بعد النبي صلى الله عليه وآله، هناك قضية كبيرة تقول أن هذه الشخصية وهي شخصية فاطمة الزهراء ظلمت، وأيما ظلامة وأشد ظلامة. وهناك البعض الآخر يقول لا، القضية لا ظلامة ولا هم يحزنون، ولم يجري على الزهراء شيء، بل عاشت بعد أبيها معززة مكرمة. بين هذا الرأي وذاك الرأي، اليوم نبحث الحقيقة التاريخية بما هي حقيقة. هل ظلمت؟ هل غصب حقها؟ ماذا جرى بعد استشهاد النبي على بنته وأمه فاطمة الزهراء عليها السلام؟ هذه الحلقة نبحث كل هذه العناوين مع الضيفين العزيزين سماحة الشيخ أبو عائشة من السعودية. حياكم الله سماحة الشيخ. أهلا وسهلا سيد عمار، وحييك وحيي هذه القناة وحيي ضيفتك الكريم. كذلك الترحيب موصول معنا الأخت أم الأسود من تونس. أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم وبضيفكم الكريم، حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة على بركة الله بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. عدنا لنبدأ هذه الحلقة، حياكم الله أحبتي المشاهدين مرة أخرى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. البداية مع الأخت أم الأسود. أم الأسود، دعيني قبل أن أسأل عن قضية الزهراء عليه السلام أسأل عن الاسم. الاسم لعله مستغرب كثيرا، من أين جاء اسم أم الأسود وماذا يعني؟ حتى أن الإخوة في الفضائية قالوا ما معنى هذا الاسم، والجميع يسأل لماذا أم الأسود ومن هي أم الأسود؟ نعم، الكثير يعلم بأن زرارة بن أعين مستبصر متشيع، تشيع هو وأخوانه العشرة وأصبحوا أكبر عائلة في الوسط الشيعي من ناحية العلمية، فألفت فيهم الكتب. والذي لا يعلمه أن سبب تشيع زرارة وعائلته هو أختهم، وكانت امرأة وهي كنيت بأم الأسود، وأنا أخذت هذه الكنية نسبة إلى هذه الامرأة، أنا أراها امرأة عظيمة، تشيعت وشيعت عائلتي الحمد لله. جيد. أم الأسود، القضية بعد النبي صلى الله عليه وآله، ممكن بس دقيقة يا أستاذ عمار؟ نعم. حول الاسم، أم الأسود هذه إحدى القرى التابعة لمنطقة بدر الجديدة غرب العاصمة الأردنية عمان. يعني هذه منطقة تمتاز بطبيعة جميلة، طبيعة خلابة. هي في أم الأسود هذه مقاطعة ومديرية في الأردن. ها جيد. يعني عاصمة عمان. يعني هل أصل الاسم لاسم الأخت أم الأسود هل من الأردن أم لأخت زرارة من أعين؟ لا 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 لا، أم الأسود هي إحدى القرى التابعة لمنطقة بدر الجديد، فالله لهم أخذوا من هذا وقال يلا أم الأسود. يعني زرارة لم تكن، زرارة لم تكن له أخت اسمها أم الأسود؟ لا لا لا، أم الأسود هذه إحدى القرى، ولو سألت الأردنيين الآن أخبروك عنها، هذه أم الأسود إحدى القرى التابعة لمنطقة بدر الجديدة غرب العاصمة الأردنية عمان، تمتاز بالطبيعة الجبلية ذات الأحراش الصنابرية، يعني مدينة. جيد. إحدى قرية تابعة للأردن. جيد. أخت أم الأسود، أنا لا أريد أن أبحث الاسم حقيقة في هذه الحلقة، لكن يعني سماحة الشيخ أبو عائشة لعله بدأ في البحث بهذه القضية، فهل لديك ما يثبت صحة قضية أخت زرارة ولو رواية؟ كالعادة كما عهدنا إخواننا أهل السنة، حتى في أسمائنا يشككون، ليس فقط في روايات، حتى وإن ذكرت له رواية لن يقتنع، هذه قناعته وهو حر فيها وأحترم رأيه، لكن مع العلم أن كل مكان موجود في منطقة ما سمي باسم امرأة أو اسم فاكهة أو أي اسم يكون له معنى، فالأكيد من أن هذه المنطقة التي تحدث عنها الأخ أبو عائشة
لها معنى واسمي أيضا له معنى، لعل اسمي واسم المنطقة التي تحدث عنها ليس لهم علاقة بأي بعض. جيد، سماحة الشيخ نبدأ إن شاء الله بالحوار معكم. الأحداث بعد النبي صلى الله عليه وآله هل كانت صاخبة أم هادئة، أم كانت أحداث وردية سلمية انتقلت السلطة بشكل طبيعي إلى الخليفة الأول بعد النبي صلى الله عليه وآله، أم أكو رواية غير هذه؟ الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله نبينا محمد على آل بيته الطيبين وصحابته الميامين وعلى زوجاته الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين ومن سار على نهجهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم أستاذ عمار، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت الخلافة بعده إلى أبي بكر رضي الله عنه بسلاسة وبدون طق رماح وبدون مشاكل، يعني في هدوء. اجتماع تم التعيين، تم التنصيب، انتهى. بعد ذلك أتت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطالب بإرث. لما أتت إليه رضي الله عنه قال: والله يا بنت رسول الله ما لك شيء عندنا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدق. سمعت هذا ورجعت، رضيت وسلمت وصدقت وجلست في بيتها. يقولون هجرت وهجرت وما أدري إيش، هذه أمور للأسف يعني يكبرونها من الذين لا يطلعون على الروايات ولا على الأحداث. هي رجعت مرضت فلم تقابل أبا بكر رضي الله عنه بعد ذلك، يعني انقطعت عن لقائه. ما هو السبب؟ مرضها الذي أتعبها وتوفيت بسببه، وهو حزنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجر هنا ليس هجر قطيعة، ليس هجر يعني عدم زيارة، لا لا لا، ليس معناه كره، ليس معناه عدم الرضا يعني، لا، وليس معناه عدم الرضا، لا لا، الهجر هذا هو انقباض عن مقابلة بسبب مرضها، انشغلت عنه بسبب مرضها فلم تقابله ولم تأتي إليه حتى توفيت رضي الله عنها وأرضاها. هذا هو الذي يفهم من هذه الرواية. تمام، جيد. أم الأسود حياك الله مرة أخرى. القضية هكذا، لا يوجد ضرب رماح أو ضرب سيوف، والقصة وردية بشكل طبيعي. الزهراء لم تكن تعلم أن الأنبياء لا يورثون، فجاءت مطالبة بإرثها. لما أخبرها أبو بكر أن إرثك، أن رسول الله قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، رجعت وانتهى الأمر. نعم، كالعادة دائما الحياة وردية ولم تقع أي مشاكل، والجميع يعلم أن الزهراء عليها السلام طالبت بحقها في إرث أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أنه وقع نزاع، وهذا النزاع الذي وقع بين الزهراء عليها السلام وبين ابن أبي قحافة هو منعطف كبير، ليس كما ذكر الأخ أنه أمر عادي، لا بالعكس، هذا الأمر هذه قضية كبيرة جدا بالنسبة لنا نحن كمسلمين. لا نريد أن نصورها بأنها أمر عادي يحصل وكأننا نتحدث عن معركة وقعت بين عائلة عادية أخذت يعني لعلها يعني أخذت حق أحد من أفراد هذه العائلة، لا بل بالعكس، نحن نتحدث عن إرث بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أنا دائما أعتبر كلما ذكرت هذه الواقعة وكلما تحاورت أو تناقشت مع شخص فيها أعتبرها وكأنها محاكمة في هذه القضية. وأنا اليوم هنا موجودة بصفتي مدافعة عن الزهراء عليها السلام، والحمد لله الذي وفقني لهذا. لا يخفى عن المشاهد مكانة الزهراء عليها السلام عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
فهي بضعته التي من أغضبها فقد أغضبه، وهي روحه التي بين جنبيه، وهي شجنه ومضغة منه، وهي التي وسمها الله ورسوله بوسام سيدة نساء أهل الجنة. والطرف الآخر حضر كعادتهم مدافعا عن ابن أبي قحافة، ولا شيء له عندي يذكر، لكن عندي أنه تنازع مع الزهراء سلام الله عليها في إرثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل أن كل إنسان يرث أباه، وعليه فالمدعي في هذا النزاع هو ابن أبي قحافة، ادعى بأن الزهراء لا ترث، هو المدعي، وهو من أتى بذلك الخبر الذي يقول فيه أن النبي لا يورث. أريد من الأخ أبو عائشة أن يعطينا بينة ابن أبي قحافة على هذا القول الذي أتى به. هي رواية رواها الصديق أبو بكر. نعم، الرواية ليست حجة على الزهراء عليها السلام، لأنه هو الوحيد الذي سمع هذا القول. نريد بينة تبين كلامه، فكلام المدعي لا ينطبق على كلام المدعي عليه. أبو عائشة شيخنا. نعم. سمعت كلام الأخت أم الأسود؟ نعم سمعت. نعم نعم. هل لديك بينة؟ نعم، حديث لا نورث هذا بلغ مرتبة التواتر. بلغ مرتبة التواتر. جيد. رواه صحابي عن صحابي، رواه أبو بكر الله عنه، ورواه عائشة الله عنها، ورواه عمر بن الخطاب، ورواه أيضا علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وكثير من الصحابة. الحديث بلغ مرتبة التواتر. يعني يروون الحديث، سماحة الشيخ عفوا، يروون الحديث عن أبي بكر لو يروون عن النبي صلى الله عليه وآله. سمعوه من أبو بكر الله عنه، بل علي بن أبي طالب سمعه من النبي شيخنا. صلى الله عليه وسلم، والعباس سمعه من النبي. هو أنا أسأل، هل سمعوه يعني سلسلة هذا الحديث تنتهي للنبي؟ نعم. أو تنتهي لأبي بكر؟ نعم، العباس سمعه من فم النبي، وكذلك علي بن أبي طالب سمعه من فم النبي. والدليل في مسلم لما دخل العباس وعلي بن أبي طالب يريدون الخصومة عند عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أنشدتكما بالله، هل سمعتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال علي رضي الله عنه: نعم. وقال العباس رضي الله عنه: نعم. فهم سمعوه من رسول الله، ولهذا عمر رضي الله عنه استشهدهم، فشهدوا بأنهم سمعوا ذلك. فالحديث ليس موقوفا على أبي بكر رضي الله عنه، بل إن عليا والعباس رضي الله عنهما سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في صحيح مسلم. فليس فقط أبو بكر الله عنه، أبو بكر الله عنه منفذ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت أم الأسود، باعتبار أن هذا الحديث كما تفضل الشيخ أبو عائشة حديث متواتر، فيصح يعني الاستناد عليه في منع الزهراء إرثها. يبدو أن الشيخ أبو عائشة تعود على إلقاء خطب الجمعة تكلم بكلام إنشائي ولم يأتنا بأي مصدر يبين كلامه. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ أبو عائشة ورد عن 3 أشخاص فقط، ومنهم هؤلاء 3 لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل نقلوه عن أبا بكر. الأولى عائشة، الثاني عمر بن الخطاب، والثالث هو أبو هريرة. لم يأتي به أحد آخر كي يقول أنه متواتر، وهم نقلوه عن أبا بكر، لم ينقلوه عن النبي ولم يسمعوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة للحديث الذي ذكره عن يعني عمر بن الخطاب، العفو أختم الأسود، الآن إحنا إذا نطالب سماحة الشيخ بالدليل. شيخنا، نحن نحتاج إسناد للحديث. أنت قلت أن الحديث متواتر وورد بأكثر من طريق عن النبي، فلو تعطينا المصدر متفضل. أحسنت. شوف، أنا سأقرأ لك الحديث لتعرف أن شيخنا علي رضي الله عنه سمعه. الحديث واضح، نحن نريد المصدر والسند. المصدر في صحيح مسلم،
في صحيح مسلم عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار، قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم، فقال لي: يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ، فخذ فاقسمه بينهم. قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري. قال: خذه يا مال. قال: فجاءه يرفع خادم عمر فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم فدخل ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا الرواية. ثم قال عمر رضي الله عنه: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم. إقرار. جيد، شكرا سماحة الشيخ. أم الأسود، الآن الرواية بين يدينا، قرأها فضيلة الشيخ وأسندها في صحيح مسلم عن الزهري. نفس الرواية التي بين يدي أبو عائشة هي بين يدي الآن أيضا، لكن كالعادة بتر الرواية وذكر الجزء الذي يحاول أن يبين لنا فيه صدقهم، لكن سأكمل أنا لكم باقي الرواية وما قاله الإمام علي سلام الله عليه في شأن عمر وفي شأن أبي بكر وأيضا العباس. بقية سأخذ المقطع الذي عفواً أستاذي الكريم، عذراً أستاذي الكريم لا تقاطعني، أنا لم أتدخل في حجتك، لذا لا أسمح لك بمقاطعتي والتدخل في حجتي رجاءً. لم أذكر ماذا قال العباس في خطبة جمعة، نحن هنا ليس موضوعنا رجاءً أستاذي الكريم. لا تحدد لي ما أقول. سماحة الشيخ، لو تسمح دقائق الأخت تكمل كلامها وتفضل جنابك، يعني حتى يصير الحوار منتج وبأخذ ورد. تفضل يا أخت أم الأسود. شكرا، الله يحفظكم. سأكمل أنا ما بتره الشيخ أبو عائشة. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله، فجئتما تطلب ميراثكما من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نورث ما تركنا صدقة. فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائن، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق. نعم، عفواً أخت أم الأسود، من قال على من كاذبا آثما غادرا؟ الإمام علي والعباس قالا عن أبا بكر وعمر: كاذبا آثما غادرا خائن. هذه الرواية وين؟ هذه الرواية في صحيح مسلم، نفس الرواية التي ذكرها فضيلة الشيخ أبو عائشة. هذا ما بت الجزء المبتور من ما من 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 الرواية الذي ذكرها أبو عائشة. سمحت الشيخ، صحيح موجود هيك تكملة للرواية؟ الرواية شيخنا موجودة التكملة لو دقيقة يا أستاذ، الرواية طويلة جدا، أنا أخذت منها الشيء. الرواية تقول أن العباس أتى إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا. سمحت الشيخ، اسمح لي دقيقة راجع لك انتك ان شاء الله وقت كافي. اخت ام الاسود، لو حقيقة لو تكملين حتى لا نظلم وقتش، لان سمحت الشيخ اخذ وقت لا بأس فيه، الان وقت حضرتش. تفضلي. ثم توفي ابو بكر وانا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولي ابي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائن. هذا رأي الإمام علي سلام الله عليه ورأي العباس في أبو بكر في الجزء الأول الذي ذكرته، وأيضا في الجزء الثاني ألا وهو عمر. إذن
أبا بكر وعمر في نظر الإمام علي سلام الله عليه وفي نظر العباس هم كاذبان آثمان غادران خائنان. وزاد ابن حبان ظالم فاجر. كيف ابن حبان أيضا من علماء أخواننا السنة؟ نعم، هذا من أبرز علماء أهل السنة ووضع أو ذكر هذا الأمر. إذا كيف للأخ أبو عائش أن يقول لنا أننا نحن نفتري عليه وهم من افتروا؟ هو يقطع جزء الذي يريد أن يوصل لنا به غايته ويبتر الجزء الآخر ويتركه ولا ينقله. إن كنت تريد أن تناقش نقاشا علميا عليك أن تذكر المصدر كاملا، لا أن تبتر منه جزءا يبين ما غايتك فقط. جيد، أنتقل إلى فضيلة الشيخ مرة أخرى. سمحت شيخ، هذه الرواية لو فرضنا سلامتها أو سلامة متنها وسندها، سند ومتن الرواية، هل يمكن الاحتجاج بها وهي تخالف صريح القرآن، حيث أن القرآن ذكر أن أنبياء ورث بعضهم بعضا؟ طيب دقيقة، أولا أم الأسود لم تقرأ الرواية من أولها. الرواية من الذي اتهم الآخر بأنه كاذب آثم؟ العباس. أنا لم أقرأها لأنها ليست موضوعي أنا. العباس اتهم من؟ الرواية اتهم علي بن أبي طالب بأنه كاذب آثم غادر فاجر. الرواية عندي بس أنا ما حبيت أن أقرأها لأنها ليست موضوعي. جاء العباس فقال: عباس يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، يعني من؟ علي بن أبي طالب إلى عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، يعني العباس عم علي بن أبي طالب يقول له أنه كاذب وآثم وغادر وخائن. في البداية، بداية الحديث، لماذا لم تقرأي بداية الحديث واكتفيت بما جاء في وسط الحديث؟ عمر رضي الله عنه عندما قال هذا القول إنما هو من باب المشاكلة، لا أنهما يريانه آثما كاذبا. كيف يريانه آثما كاذبا فاجرا ثم يأتيان ويتقاضيان عنده ويتخاصمان عنده؟ هل يتقاضيان عند واحد فاجر غادر خائن؟ ما يقول بذلك أحد. فالرواية بدايتها أن العباس أتى يقاضي عليا رضي الله عنهما عند عمر رضي الله عنه وقال له اقضي بيني وبين هذا الكاذب لا 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 إلى آخر ما قال. وهذا من باب الخصومة، في باب الخصومة أن الخصم يتكلم عن خصمه بأشياء، ونحن لا نقول أن عليا في هذه الصفات، لا والله، ولا أن العباس يقصد هذه الصفات، وإنما هم من باب الخصومة. وأيضا نحن نعرف أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صادقان باران مؤمنان تقيان صحابيان جليلان، فالصحابة يحصل بينهم ما يحصل، ولكن لا يقصدون السب أو التنقيص أو الإساءة. وحاشا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكون بهذه الصورة التي وصفه بها العباس، وإنما الباب باب خصومة. وعلي بن أبي طالب الله عندنا مكرم ومبجل، فله احترامه وتقديره، وحاشاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتهم أبا بكر وعمر بأنهما آثمان كاذبان، حاشاه رضي الله عنهم جميعا. ما يحصل بينه، كيف يصف هؤلاء بأنهما كذا وكذا ثم يأتي ويتقاضى عندهم؟ يا رجل، يعني متناقضات عجيبة. جيد. ولا تدخل العقل. جيد. تفضل. أختم الأسود، سمعت إشكال سمحت شيخ على هذه الرواية؟ نعم طبعا سمعت. كيف يتخاصمان عند شخص هو يؤكد بأنه آثم كاذب غادر خائن؟ نعم، الشيخ أبو عائش يبدو أنه يعيش في ذلك العالم الوردي الذي صنعه أسلافه ويريد أن يضعنا فيه، هذا العالم الذي لا يوجد فيه صدق وفيه كل مملوء بالتناقض. هو أول من أتى بهذه الرواية كحجة عليه،
وعندما وضحت وبينت له أن في نفس الرواية التي أراد أن يحتج بها علي موجود حجة ضده، إذا هو أراد أن يطعن في هذه الرواية أو أن يبتر ويأخذ جزء ويرمي الآخر، فهذا خطأه هو وليس خطأي أنا. أولاً، الإمام علي سلام الله عليه هنا رأى أن أبا بكر وعمر وأيضاً العباس رأي أن عمر وأبا بكر كاذبان، خائنان، غادران، يعني وكما قلت في زاد ابن حبان ظالمان فاجران. أستاذي الكريم، هو يقول أنه ليس هنالك أي علاقة بين ما ذكرت وما يريد أن يصل إليه هو، هو يريد أن يقودني أنا إلى حيث هو يشاء، لكن الواقع واقع هذه الرواية يذكر أن أبا بكر وعمر خائنان كاذبان غادران في عيني علي بن أبي طالب سلام الله عليه والعباس. أنا أريد من الأخ أبو عائشة أن يقول لنا ما رأيه في اعتقاد الإمام علي سلام الله عليه والعباس في عمر وأبا بكر بأنهما كاذبان غادران خائنان. نعم شيخنا، تسمع سمحت الشيخ. طيب، أولا يا أستاذ عمار، هذا الحديث طبعا قبل أن تبدأ، عفوا سمحت الشيخ، أوضح لجنابك وللسادة المشاهدين الأعزاء، نحن في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج نبحث عن الحقيقة العلمية كما هي، لا نسب ولا نشتم ولا نتجاوز على أي أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ساروا على نهجه واتبعوه بإحسان، فقط ننقل الحقيقة كما هي، بل أن صحابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ساروا على نهجه واتبعوه واتبعوا ما أمر النبي صلى الله عليه وآله هم ساداتنا، هم تاج رؤوسنا، هم أسيادنا وموالينا. نعم، فقط للتوضيح سمحت الشيخ، للتوضيح لكم وللسادة المشاهدين، تفضل. أحسنت، وأنا أشد على تفصيل. أحسنت، أقول هذا الحديث نفسه، سبحان الله، يعني هذا الحديث الذي في مسلم وفي البخاري نستخرج منه أمور تبين فضيلة هذين الرجلين العظيمين، أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. سمحت الشيخ، قبل أن تبين، عفوا، أن تبين، هل قال الإمام علي في أبو بكر وعمر كاذبان غادران خائنان آثمان؟ لو ما قال، لا غير صحيح، لم يقل ولم يتفضل وأنا أبين له. أولا، هذا الحديث نفسه يدل على اعتراف علي رضي الله عنه بخلافة عمر رضي الله عنه وعدله، وإلا لما أتى يتقاضى عنده، فكيف يتحاكم إليه في قضية مع عمه العباس وهو كاذب غادر خائن فاجر؟ ما تستقيم. هذا أولا. ثانيا، هذا الحديث نفسه أيضا يظهر فيه تصديق علي لعمر. طبيعي، الآن هو الذي يدير دفة الحكم والذي يسيطر على الأمة الإسلامية هو الخليفة الأول، فمن الطبيعي الناس تتقاضى لدى الخليفة. احنا في زمن صدام، أجل الله سامعه، كنا نتقاضى عند صدام وهو أكذب الأكذبين. لا، بس الآن هذا أيضا رواية فيها تصديق علي لعمر رضي الله عندما قال أتعلمون أن رسول الله. فليس بالضرورة شيخنا، ليس بالضرورة عندما يتقاضون إلى الخليفة أن الخليفة عادل. شوف، لا، كلما أخبر به عمر رضي الله عنه قالوا نعم صدق، صدقوه ولم يكذبوه. كلما جاء في الرواية العباس وعلي رضي الله بعد عنه علي، من قال الإمام علي كاذبان يا آثم؟ من كان يعني الإمام أو يقصد الإمام علي بكلامه كاذبان؟ أحسنت، أما خطاب عمر رضي الله عنه للعباس وعلي، فرأيتما يعني أبا بكر الصديق كاذبا آثما غادرا خائن، وقوله فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، فقال فرأيتماني ولم يقل فقلتما، لم يقل يا عباس أنت قلت ولا يا علي أنت قلت، ليس في الحديث قول، فلم يصدر لا من العباس ولا من علي رضي الله عنه قول بأن عمر رضي الله عنه كاذب أو أن أبا بكر كاذب، فليس فيه قول، وإنما عمر رضي الله عنه يقول فرأيتماه فرأيتماني، والمقصود أن ليس فيها تصريح بأن علي رضي الله عنه تفوه بهذا الكلام. جيد،
أنا حتى أنتقل سماحة الشيخ، حتى أنتقل من هذا المحور إلى محور آخر، أرجو من الأخت أم الأسود تقرأ الرواية كما هي بلا تعليق بلا زيادة ولا نقصان، فقط هذا المقطع أريد التأكيد عليه، ونترك للسادة المشاهدين تقييم هذه العبارة قيلت في من ومن القائل. تفضلي حتى أنتقل إلى محور آخر، حتى لا نبقى يعني في هذا المحور سمحت الشيخ، ونستهلك الحلقة كل الحلقة في هذا المحور. نقرأه ونترك التقييم للسادة المشاهدين. نعم شكرا. بما أن الرواية طويلة سأقرأ السند أريد أو المقطع الحجة التي أختم الأسود. نعم سأقرأ المقطع المصدر الذي أبين به المصدر حجتي. عفوا المصدر أختم الأسود المصدر. نعم. والسند ثم المقطع. تفضلي يا أستاذ عمار. نعم. لا أنا لا أسمح. تقرأ الرواية كاملة، تقرأ الرواية كاملة أستاذ الكريم. أنت الذي أتيت بهذه الرواية وعليك أن تقرأها أنت من البداية. أنا أطالبك لا الآن بأن تقرأ حجتك من البداية. لا تلزمني بأن أقرأ. جيد جيد جناب الشيخ والأخت أم الأسود، الرواية طويلة، إذا قرأناها نأخذ شوط طويل من الحلقة، فقط نأخذ موضع الحاجة، وهذا علميا جائز أن تأخذ موضع الحاجة من الرواية. لا يا لا ما تستقيم، ما تستقيم، هي بتاخذ ايش؟ هي سوف تاخذ اذا لم إيش؟ تستقم استاذي الكريم دقيقة انت دقيقة من اتى بهذه الروايه عليك ان تقراها، وانا الان اطالبك بان تقرا الروايه. جيد جيد اذا سماحه الشيخ يعني لا تستقيم الروايه الا بقراءتها كلها هالشكل. نعم تفضل بقراءتها كامله. شيخنا شلون استدليت بها بدايه الحلقه مبتوره؟ كان يفترض تقراها كامله العاده. لا ليست مبتوره، أنا استدليت بها لأبين لك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس كانوا يعلمون بهذا الحديث فقط. جيد. أنا سماحة الشيخ أقرأ أن بالجزء الذي قرأته أن الإمام علي سلام الله عليه والعباس وهما طرفان في هذه في هذا النزاع بأنهما يريا عمر وأبو بكر كاذبان آثمان غادران خائنان، كما أنت أخذت الشاهد الذي تريد أن تبين به حجتك، أنا أيضا أخذت الشاهد الذي أريد تبيان حجتي. لا ما يصلح هكذا. هذا كيف لا يصلح؟ يستقيم الأمر عليك يعني يستقيم الأمر لك ولا يستقيم لي. حديث الرواية تأخذ كما هي كاملة، تأخذ إذن أنت من أتى بهذه الرواية عليك أن تقرأها من البداية، يعني حلال عليك أن تقرأ الجزء الذي تريد أن تبين به حجتك، وحرام علي أن أعطي أو أن أبين الجزء الذي يبين حجتي. أستاذي الكريم لا يستقيم الأمر. لا ما يبدو أنك تعيد، يبدو أنك أستاذي الكريم تعيد. اقرأيها من أول. شوف يا شيخ أستاذي الكريم رجاء، يبدو أنك أن تنتهج نفس النهج الذي انتهجه هؤلاء. لماذا؟ لأنها ستعلم علما يقينا أن الرواية بدايتها سب العباس لعلي بن أبي طالب. إذا أستاذي الكريم، أستاذي الكريم رجاءً كن عقلانياً، لسنا أطفالاً صغار في الروضة نتناقش، نحن هنا نتناقش بعلمية. إذ كنت ليس لك علم بالرواية طالبني بأن أقرأها لك وأنا سأفعل ذلك، لكن لا اقرئيها كاملة. أنا أقطع جزء وأبين به حجتي وغير مسموح لك بذلك. إذن أنت من أتى بهذه الرواية بداية، أنا الآن أطالبك بأن تقرأ لي الرواية كاملة. أستاذ عمار تقرأها أنا ولا أقرأها هي؟ يعني أنا أطالبك بأن تقرأ الرواية كاملة وأنا سأتتبع معك. أفضل أن نقرأ فقط موضع الحاجة منها. أنا وقفت عند شيخنا، أصل الكلام وين؟ أنا ليش أريد هذا المقطع؟ ليش أريد هذا المقطع فقط؟ هذا المقطع يعني هذا المقطع هو المهم في سماحة الشيخ اقرأ الرواية كاملة. تفضل. نعم من صحيح مسلم، أطالبه أن يقرأها من صحيح مسلم. طيب عن الزهري عن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار، قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله أو رماله
متكئا على وسادة من أدم. فقال لي يا مال، فقال لي يا مال إن قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ، وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم. قال قلت لو أمرت بهذا غيري، قال خذه يا مال. قال فجاء يرفع خادم عمر فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر نعم، فأذن لهم فدخلوا. ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي؟ قال نعم. فأذن لهما فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. وصفوا بهذه الصفات وحاشا علي أن يكون منها. فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقضي بينهم وأرحهم. فقال مالك، فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. فقال عمر رضي الله عنه اتئد أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورد ما تركناه صدقة؟ أم الأسود تقول لا ما سمع إلا أبو بكر رضي الله عنه. استرسل رجاء استرسل. شيخنا اتفقنا بدون تعليق شيخي. طيب. فأتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله، هذا مرة ثانية شوف تأكيد، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا نعم، قالوا نعم أو قال نعم. فقال عمر رضي الله عنه إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بأحد غيره، فقال ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول. قال فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموالكم بني أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال أنشدكم بالله الذي الذي بإذنه تقوم السماء، أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم، يعني يعلمون ماذا كان النبي يفعل، لا أريد أن أشرح. قالوا نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، أتعلمان ذلك؟ قال نعم. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما تطلب ميراثك أي العباس من ابن أخيه، ويطلب هذا أي علي بن أبي طالب ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركناه صدقة، ما فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق. شفت كيف؟ والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. والعباس وعلي يسمعون فقالوا نعم نعم نعلم ذلك. قال ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي أبي بكر فرأيتماني وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق. عمر رضي الله عنه يقول أنا صادق شيخنا، بار راشد تابع للحق، فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا بي فيها بالذي كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتماها بذلك. قال أكذلك؟ قال نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. جيد، هذه الرواية كانت جيد.
إذن أحبتي المشاهدين، الكلام هو كلام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، قال للعباس ولعلي بن أبي طالب أنكما تريا أبي بكر كاذبا آثما غادرا خائنا. وهذا الذي أقول أنا سماحة الشيخ، هذا ما يقوله عمر بن الخطاب، ما قاله عمر بن الخطاب لعلي والعباس، أنتوا يا علي ويا العباس من وجهة نظركم أبو بكر كاذب غادر آثم خائن. ثم أتبع ذلك الخليفة الثاني فقال ثم وليتها أنا فرأيتماني، يعني وجهة نظر العباس وعلي عليهما السلام في الخليفة الثاني أنه كاذب آثم غادر خائن، ثم برأ الخليفة الثاني أبو بكر من أنه يكون بهذه الصفات، ثم برأ نفسه من أن يكون بهذه الصفات. هذه أحبتي المشاهدين هذه الرواية هكذا كما وردت، ولكم حق التقييم. أنا إلى هذه النقطة أطوي عن هذا الفصل كشحة، وأنتقل إلى فصل آخر من فصول هذه الحلقة المباركة. سماحة الشيخ، لو سلمنا بصحة الرواية، ولو سلمنا أن هذه الرواية يعني خالية من المشاكل السندية والمتنية، إذا وجدت رواية هذه الرواية تعارض آية صريحة، نأخذ الرواية أم الآية؟ أحسنت. أولا الحديث لا يخالف الآية، الحديث لا نورز ما تركناه صدقة، لا يخالف القرآن، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه أن تخالف القرآن، بل هي مع القرآن. نعم. بل هي وحي ثاني حاشاه عليه الصلاة والسلام. أما ما جاء سماحة الشيخ، الآية القرآنية تقول بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود، الآية تقول الله سبحانه وتعالى يقول سليمان ورث داود فالأنبياء يورثون، هذه الآية تعارض صريح القرآن. أسألك سؤال، لو كان إرث داود عليه السلام المال هل يختص به سليمان؟ هل يختص به سليمان؟ لا يختص به سليمان، فعلم أن هذا الإرث الذي ورثه سليمان من أبيه داود عليه السلام هو الملك والنبوة، الملك والنبوة وليس المال، فسليمان عليه السلام ملك النبي وداود عليه السلام ملك النبي، فسليمان عليه السلام وورث سليمان داود ورث منه العلم وورث منه النبوة وورث منه الملك. شكرا. أنت إلى الأخت أم الأسود، أم الأسود أختنا العزيزة، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. هذه الآية لا يوجد فيها دلالة على الإرث المادي، إرث ملك ونبوة. نعم، شكرا لكم. الله سبحانه وتعالى بين في القرآن الكريم بأن الأنبياء قد ورثوا أبنائهم الملك وأيضا النبوة. أستاذي الكريم هو الآن يريد أن يبين لنا هو قال أن النبي سليمان ورث الملك من أباه، كيف للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرثه أبناؤه؟ هو ورث الملك. الملك ما هو الملك؟ هل هو فقط مجرد منصب؟ لا أبدا، الملك فيه أيضا قصور وفيه أبنية وفيه أراض وفيه أموال وفيه كل شيء. يعني تصور أنه إنسان يرث الملك يجلس، يعني يرث مجرد كرسي يجلس عليه، كيف سيسير الدولة وشؤونها؟ كيف سيديرها؟ من أين سيصرف على جيوشها؟ وأي ملك بدون أرض؟ ماذا سيحكم؟ هل سيحكم مجرد بيت أو قصر؟ لا أبدا،
سيكون أراض تحت يد هذا الشخص الذي هو قائم على ملكي على الملك. جيد سمحت شيخ، الآية تقول ملك، والملك مفرداته أرض، قصر، دولة، غيرها، هذه مفردات لا لا الملك. لا. أحسنت، سأجيبه. هي تقول لماذا لم يرث النبي عليه الصلاة والسلام قرابته؟ نقول النبي يقول لا نبي بعدي، فلا نبي بعد رسول الله، انتهى الموضوع، نقرأ السطر. جيد، احنا الآن سمحت الشيخ ما نتحدث عن النبوة، نتحدث عن الملك. الملك انتقل، انتقل من نبي إلى نبي، ورثه نبي عن نبي. شنو الملك؟ الملك أراضي وقصور ودور ورعاية شؤون العامة والخاصة. لا 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 لا، ليست أراضي ولا قصور، وإنما الملك هذا هو قيامه على بني إسرائيل، كما كان أبوه قائما عليهم كذلك سليمان عليه السلام ورث هذا الملك من أبيه، ليس ملك المال ولا ملك الأراضي ولا ملك الطيران. سماحة الشيخ، إذا لماذا لم تتحدث الآية عن هذا، عن أن هذه هي، عن هذا الملك أنه هو فقط وراثة القيام على بني إسرائيل؟ الآية قالت ملك. نعم على بني، نعم على بني إسرائيل، وآتاه الله الملك، يعني الله سبحانه وتعالى آتى داود الملك. جيد، ما هو الملك؟ هو أن يكون قيما على بني إسرائيل، يراعي أمورهم، يراعي أحوالهم، ويحكم فيهم، ويكون ملكا عليهم. الأخت أم الأسود، يعني أنتم ذهبتم بعيدا بالآية. الآية تقول الملك يعني فقط القيام على بني إسرائيل، أما هذه الألف واللام الاستغراقية هذه تخص فقط بني إسرائيل. عذرا عذرا أستاذي الكريم، القيام على ماذا وبماذا؟ إن كان هنالك دولة قائمة أو قرية على الأقل، حتى وإن كانت قرية، كيف سيسير شؤون هذه القرية أو هذا أو هذا الجمع من الناس الذي هو ملك عليهم بدون مال وبدون أرض؟ ملك على ماذا؟ رجاء، نحن لسنا بأطفال، عندنا عقول ونفكر، كيف لشخص أن يقوم ملكا على مملكة بدون أرض، بدون شعب، بدون جيش، بدون مال كي يسير هذا الجيش وهذه الدولة؟ أستاذي الكريم لا تستهزئ بعقولنا رجاء، هذا قرآن، كلام سمحت الله الشيخ واضح وبائن. سمحت الشيخ الآية واضحة جدا، حتى كلام الله هربت قبل قليل من كلام الإمام علي سلام الله عليه ورأيه في عمر وأبا بكر بأنهما كاذبان غادران خائنان، والتفيت كما شئت ولم تعطنا صرفا من عدل. ثم انتقلنا إلى الآن إلى الآيات القرآنية، حتى في القرآن الكريم تريدون التدليس؟ رجاء، هذا كلام الله لا نستطيع أن نغير فيه شيئا، وواضح أيضا. تفضل أستاذ الكريم. جيد، لأن هذا عذرا، هذا الموضوع موضوع القرآن الكريم، هنالك أكثر من آية ويحتاج لحلقة كاملة كي نبينه للناس. جيد، إذن إن شاء الله هذه الحلقة هي الحلقة الأولى في هذه السلسلة التي ستستمر معنا لأيام قادمة ولحلقات أخرى نتحدث فيها عن أحداث ما بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، طبعا بإذن الأخ أبو عائشة والأخت أم الأسود. أنا أرجو أن يستمر هذا الحوار لحلقات قادمة باعتبار أن وقت الحلقة اليوم انتهى. نعم نعم نعم. جيد، ممكن أعلق في دقيقة، أعلق في دقيقة، لا أعرف زميل المخرج قد عندنا بعد وقت، إذن دقيقة بدقيقة. طيب نعم، تفضل شيخنا، لك دقيقة من الآن. الأستاذة أم الأسود سبحان الله هي ما تقرأ القرآن صراحة، لو كانت تقرأ القرآن وتتدبر معانيه لعلمت ماذا قال الله. قال تعالى وورث سليمان داود، أي هذا الإرث في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال والأطيان، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولادي داود عليه السلام. معقول نبي من الأنبياء يكون غالبا فيخص ابنه فقط سليمان ويترك الباقين؟
ما يقول بذلك أحد. فالآية لما نقول الملك ليس معناه الملك اللي هو القصور والعقارات، لا لا لا، الملك الذي ورثه سليمان عليه السلام هو ملك بكونه نبي وكونه يقوم على بني إسرائيل وعلى مصالحهم ويكون فيهم قاضيا وحاكما ومعلما وموجها ومرشدا ونبيا، هذا هو الملك جيد. وليس ملك المال والأطيار. جيد. أختم الأسود عندك تعليق بدقيقة واحدة؟ نعم طبعا طبعا. تفضل. أستاذي الكريم، يبدو الأخ أن الأخ أبو عائشة دائما ما يحاول الطعن في الشخص الذي يحاوره، يقول أنني لا أقرأ القرآن. بلى أنا أقرأ القرآن، ولولا قراءتي للقرآن ما تركت عبادة شاب أمرد واتجهت إلى الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. ما عندنا شاب أمرد، ليس ما عندنا كمثله شاب شيء. رجاء لا تقاطعني. الذي ليس كمثله شيء. هذه النقطة الثانية. يقول رجاء لا تقاطعني، رجاء احترم. سمحت شيخ دقيقة واحدة شيخ. رجاء أختم الأسود، أرجو أن أختم الأسود، أرجو أن نلتزم. أختم الأسود، عفوا سمحت شيخ بعد إذنك دقيقة. أختم الأسود، أرجو أن نلتزم بنص السؤال. النقطة الأخيرة، هو اتهمني فعلي التعقيب. النقطة الأخيرة، أنا أقول للأستاذ أبو عائشة أنا سأعطيك قطعة أرض في الصحراء واذهب واحكم هذه الأرض، لكن دون مال ودون جيش ودون أرض أيضا، حتى الأرض سأنتزعها، وأرني كيف ستحكم هذه الأرض وكيف تكون ملكا عليها. جيد، شكرا جزيلا لك أختم الأسود. كذلك الشكر موصول لك فضيلة شيخ أبو عائشة. نواصل إن شاء الله هذا البحث في حلقات قادمة. إلى ذاك الحين أستودعكم الله واسترعيكم. كذلك الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين لحسن الإصغاء وحسن المتابعة. نلتقي في وقت لاحق في أمان الله وحفظه.